أشوف أن التأجيل يخدم مثلا قطاع الأعمال بصورة أكبر، لكن المنتظمين مثلا الوظائف وعندهم وظائف بالذات حكومية، ما شفت أن في داعي لتأجيل القروض، لأن عندهم وظائف وعندهم رواتب ثابتة من الحكومة. هذه في إذا نبي ندعم على السيولة. بالنسبة إلى نقطة معينة ذكرها الأخصائي عارف، أن الشركات الصغيرة راح تتضرر، الشركات الكبيرة ما راح تتضرر، يمكن أنا ما أتفق معه في هالنقطة. أنا بالعكس أشوف أن حوكمة أو تعاطي الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأزمة أفضل كفاءة من الشركات الكبيرة. أنا أعتقد أن إحنا مقبلين على، يعني نقول، حقبة معينة يمكن تزدهر فيها الشركات المتوسطة وتحصل فيها مثلا مساحة للنمو أفضل من الشركات الكبيرة.